صباح الخير. هلا امبارح حكينا عن المقاطع الأساسية بدراسة الجهاز القلبي للجنين. هلا اللي ما قادر يحضر امبارح رح نعمل تذكرة سريعة ومنه هيك بنرتاح شوي. بالبداية حكينا انه في عنا نحن المقاطع تبعنا هي من 7 لـ 4 مقاطع أساسية. 10، المقطع الأول كان هو مقطع الحجرات الأربعة. هلا عم نشوف هون المقطع النظامي بده يكون عندي مثل ما قلنا ضلع وحيد بكل جانب. نحن بمقطع الحجرات الأربعة بدنا نعرف 6 شغلات أساسية كانوا. شو الشغلة الأولى؟ حجم القلب، حجم القلب ثلث من مساحة صدر الجنين. الشغلة الثانية بدنا نحدد المحور. هلا هون ضروري مثل ما قلنا نقلب الجهاز على الكاردياك ونعمل زوم، ضلع وحيد بكل جانب، مساحة القلب هو ثلث مساحة الصدر. بعدين بنحدد المحور، بنرسم خط وهمي من الفقرة باتجاه القص وخط ثاني موازي على الحاجز بين البطينين. الزاوية اللي بتعمل لها هي زاوية 45 درجة باتجاه الأيسر. الشغلة الثانية نحن قلنا رح ندرس بعدها شو الأذينات والبطينات. قلنا أنه الحجرة الأكثر خلفية شو هي؟ الأذينة اليسرى، معناتها عندي هون الأذينة اليمنى، والحجرة الأكثر أمامية هي البطين الأيمن وهي البطين الأيسر. قلنا كمان أنه دسام مثلث الشرف أخفض قليلا من دسام التاجي. قلنا كمان أنه البطين الأيمن فيه المودريتر باند اللي بتعطي الجدار السميك، بالمقابل البطين الأيسر جداره أملاس. قلنا كمان أنه في عندي الثقبة البيضية اللي عم تنقل لي الدم من اليمين لليسار، هي ثقبة فيزيولوجية بالفتحة بين بالحاجز الأذيني والحاجز البطيني كامل من الذروة باتجاه هون. شو قلنا المركز اسمه؟ الكاردياك كراكس. درسنا اذا هون الأذينتين والبطينين والدسامات والنظم القلبي لنا الطبيعي بين 120 ل 160. المقطع الثاني اللي حندرسه هو مقطع مخرج البطين الايسر. هون قلنا شو بدنا نشوف؟ البطين الايسر وعم يطلع منه الابهر الصاعد. هون نعمل شوية روتيشن بحيث البروب يروح باتجاه كتف الجنين الايمن. هلا هون عم نشوف طلعنا، عم نعمل روتيشن، بلش يطلع عندي الابهر الصاعد. قلنا انه له جدارين، الجدار الاول هو بيتمادى مع اوريقه الدسام التاجي والجدار الثاني بيتمادى مع الحاجز بين البطينين. قلنا ليطلع كامل شو بدنا نغيب نحن عندنا؟ الاذينه اليمنى. هلا المقطع الثاني هو مقطع مخرج البطين الايمن، رح نشوف فيه الشريان الرئوي طالع من البطين الايمن وممكن نشوف تفرعات الشريان الرئوي الايمن والايسر. هلا هون رح يطلع مقطع الاوعيه الثلاثه اول شيء. هون عم يطلع عندي الشريان الرئوي، هون الاوعيه الثلاثه رجعوا طلعوا، هذا الشريان الرئوي. اخر واحد هو مقطع الاوعيه الثلاثه والرغامه الثري فيزلز. نحن قلنا نحن نشوفه من اليسار لليمين، رئوي ابهر اجوف علوي. هلا هون طلع بالمقطع الاعلى منه طلعت علامه الفي اللي هي الدكتال ارش والاورتيك ارش، وهون عندي هي الرغامه هي الاجوف العلوي. هلا نجي لدراسة التشوهات، الأشعة التشوهات بالجهاز القلبي. أول تشوه رح ندرسه هو عيب الحاجز الأذيني. هلا هو في له 4 أنماط، البدئية والثانوية وفي الثالث والرابع أخف شيوعا. رح ندرس نحن أول 2، الأشعة هو الثانوية. هلا لنميزهم عن بعضهم مثل ما شايفين هذا الطبيعي، أنه عندي أنا الثقبة البيضية. هلا وقت يكون غياب القسم السفلي من الحاجز بين الأذينتين فهي فتحة بدئية، أما الفتحة الثانوية بتكون مثل مكان الثقبة البيضية بس أكبر من ناحية القطر، يعني هي بمركز الحاجز بين الأذينتين. مثل ما شايفين هون مقطع بالحجرات الأربعة، عم نشوف هون غياب هي فتحة شو ثانوية ولا بدئية؟ ثانوية بالمركز.
الضوء احسن. هون عم نشوف البدئية هي غياب القسم السفلي من الحاجز بين الأذينتين، القسم العلوي منه موجود. هلا هون عم نشوف كمان مقطع حجرات أربعة، قلنا ضلع وحيد بكل جانب، هذا الأبهر الأكثر خلفية أذينة يسرى، أذينة يمنى، بطين أيمن وبطين أيسر. عم نشوف هون كمان الفتحة مثل ما كان الثقبة البيضية بس أكبر، هي ASD ثانوية. عم نشوف قطرة أكثر لازم يكون من 8 ميلي إذا أخذنا الفتحة. هلا بعض الحالات نحن إذا بدنا نشوفها وشفنا مع تشوه بالأطراف، غياب عظم الساعد أو تشوه بالأطراف ممكن يكون بالأصابع، هذا التشوه بسموه هولت أورام، هو وراثة جسمية سائدة. يعني أنا لازم دور على بالASD اطلع شيك على أطراف الجني. التشوه الثاني هو VSD، هو اشعة تشوه او اشعة تشوه قلبي خلقي للآفات القابلة للحياة، يعني بنشوفها تقريبا 20-60% من مجمل التشوهات القلبية اللي بيستمر فيها الجنين او الطفل وهو عايش، بنشوفها عند الذكور اكثر، عند الاناث عفوا اكثر من الذكور. هلا في الى اربع انماط كمان، الغشائيه، العضليه، والمدخل والمخرج. اشع شيء هي الغشائيه، لنميز بيناتهم. هلا هون شو عم نشوف؟ هذا مقطع اي مخرج البطين الايسر، قلنا نحن انه هذا الابهر الصاعد عم تتمادى جدار معه مع الحاجز بين البطينين. عم نشوف هلا نحن لنميز العضليه، العضليه هي اي فتحه من ذروه القلب باتجاه الكاردياك كراكس، اي فتحه موجوده. هلا هون شفنا بتشوفه طبيعي، بس وقت طبق الدوبلر طلع في عندي فتحه بالحاجز بين البطينين. هلا الغشائيه هي مو هي اي فتحه من الذروه باتجاه الكاردياك كراكس، هي الفتحه اللي بتكون قبل ما يطلع الدسام الابهري، يعني الفتحه اللي تحت الدسام الابهري مثل ما شايفينه هون، هي الابهر الصاعد وهون الفتحه اخفض من الدسام الابهري، هي الغشائيه واللي هي اكثر شيوعا. هلا هون عم نشوف عضليه ولا غشائيه؟ هي عضليه، وهي كمان هي مقطع الحجرات الأربعة عم نشوفها، هي كمان فتحة عضلية هون، دبل فتحتين بالحاجز بين البطينين، كمان فتحة عضلية. هلا التشوه الثالث هو تشوه الوسادة، بنشوفه عند مرضى داون، ب 40% من مرضى داون ممكن نشوف التشوه الوسادة. هلا هو تشوه الوسادة هو غياب القسم السفلي من الحاجز بين الأذينتين والقسم العلوي من الحاجز بين البطينين، هذا الطبيعي. قلنا انه لازم نشوف نقطة التقاء الحاجز بين البطينين مع الحاجز بين الأذينتين هي الكاردياك كراكس، هون رح تغيب الكاردياك كراكس بتشوه الوسادة، ما رح يكون في عندي قسم سفلي من الحاجز بين زينتين والقسم العلوي من الحاجز بين البطينين غايب. تعطيني الشكل مثل كأنه أنا عندي أذينة واحدة ودسام أذينة بطيني وحيد، تعمل شكل حرف الواي، هي الطبيعي، هي التشوه الوسادة. إذا غياب الكاردياك كراكس اللي عم يوصل لي الحاجز بين البطينين مع الحاجز بين الأذينتين بتعطيني شكل حرف الواي. هو نفس الشيء كمان تشوه الوسادة، عم شوف هاي الأذينة اليسرى، الأذينة اليمنى، غياب القسم السفلي من الحاجز بين الأذينتين والقسم العلوي من الحاجز بين البطينين، تعطيني علامة كأنه أنا عندي دسام وحيد لأذينة وحيدة. التشوه الرابع هو نقص نسوج الجانب الايسر من القلب، يعني هون انا بدي اشوف ممكن اشوف بطين ايسر ضامر، ابهر صاعد ضامر، واذينه يسرى ضامره. هلا هذا كثير اذا كانت النكل ترانسلوسنسي بالثلث الاول اكبر من حجمه انا لازم افكر فيه لهذا التشوه بترافق معه. هون عم نشوف الجزء النصف الايمن من القلب طبيعي، بس انا عندي ضمور بالنصف الايسر، البطين الايسر مانو متشكل ضامر، هذا كمان بنشوفه كثير مع مرضى تورنر. هو كمان شايفين اذينه
يسرى بطين ايسر، الأذينة يمنى عفوا بطين ايمن، الأذينة اليسرى موجودة بس انا عندي ضمور بالبطين الايسر. هلا هون انا اذا رحت على مقطع الاوعية الثلاثة قلنا ممكن يكون حتى الابهر الصاعد ضامر، فانا بشوف الابهر الصاعد اصغر حجما، نحن قلنا بالترتيب من الاكبر للاصغر الرئوي الابهر والاجوف العلوي، فانا ممكن اشوف الابهر قد الاجوف العلوي من حيث القطر. هلا هون شو صار بالعكس، هون نقص تنسج الجانب الايمن من القلب، عندي ضمور بالبطين الايمن. نفس الشيء هون، هي البطين الايمن فيه نقص تنسج، لا هي عفوا طبيعي، وهي في عندي نقص تنسج بالجانب الايمن من القلب. هلا هون شو شايفين، هذا مقطع الحجرات الأربعة عم نشوف أذينتين وبطينين بس ما في بيناتهم شو الحاجز بين البطينين، بيسموه البطين الوحيد. هلا هاي اجت بالامتحان القبلي. هلا نحن قلنا هذا بالمقطع المخرج البطين الايسر، قلنا اذا رسمنا زاويه من الابهر الصاعد او خط على الابهر الصاعد وخط على الحاجز بين البطينين بدها تعمل لي زاويه منفرجه، هون عملت لي مثل طلعوا متوازيين مع بعضهم، بهالحاله معناتها انا الابهر تراكب على الحاجز بين البطينين، هي حاله تراكب الابهر مثل ما قلنا هي الزاويه. إذا رسمنا خط على الحاجز بين البطينين مع خط على مسير الأبهر الصاعد بيعمل لي زاوية، بتراكب الأبهر بيكونوا موازيين لبعضهم، بتراكب الأبهر على حاجز بين البطينين. نفس الشيء هون، هلا هذا التشوه هو شو شايفين هون الشيء الغريب؟ خلينا نرجع نشوفهم. هذا الابهر العضو الاكثر او الحجره الاكثر خلفيه هي الاذينه اليسرى، هي صايره كلياتها اذينه يمنى. هذا الابشتاين هو تازم البطين، يعني انا الاذينه هجمت ونزلت عند البطين الايمن. طبعا احنا ندرسه بمقطع حجرات اربعه، كثير شائع بقصه تناول ليثيوم او بنزودياذيبين. هلا مثل ما انا شايفينه هون، مثل ما قلنا هون هي الاذينه اليسرى، هي الاذينه اليمنى نازله اخبط. هلا رح تطلع بهداك هداك المقطع الطبيعي، هلا رح نشوفه اوضح. هون هي الاذينه اليمنى وهون الدسام مثلث الشرف بالمقارنه مع الدسام التاجي نازل باتجاه البطين الايمن. هون هي الاذينه اليمنى وهي الدسام مثلث الشرف، وهي الاذينه اليسرى الاكثر خلفيه، هذا جدار الصدر فهو الاكثر اماميه هو صار البطين الايمن، هاي جزء بس الاذينه كلياتها نزلت باتجاه البطين الايمن. نفس الشيء هي كمان بشتاين بنشوفه مع مارفان مع تورنر مع داون ومع فاتو. هلا هون عم شوف مقطع بمخرج البطين الايسر، عم نطبق دوبلر عم يطلع عندي هالتوربولنت، معناتها انا في عندي هون شو صار؟ تضيق بمخرج الابهر الصاعد نتيجه الضغط العالي، فعملي هالفوضى الوعائيه اللي طلعت نتيجه التضيق. هلا هون عم نشوفه كمان بالعكس، هون تضيق بمخرج البطين الايمن، معناتها انا عندي تضيق بالشريان الرئوي بالدوبلر، كمان عم تعطيني هالتوعيه نتيجه الضغط العالي بسبب التضيق. هلا هذا مفكر فيه تضيق الشريان الرئوي عند مرضى الامهات السكريات، كثير بيرتفع نسبه الاصابه 20 ضعف طب عن الطبيعي. هلا تشوه الإيداج هو رباعي فالو، رباعي فالو معناتها انا بنشوف اربع شغلات، شو هن؟ في اس دي نشوف تراكب ابهر، ضخامه بطين ايمن، وتضيق الرئوي. هون كمان نسبه يترافق مع التشوهات او الشذوذات الصبغيه 20 ل 45%. هي الاربع شغلات اللي بنشوفها. هلا هذا نحن قلنا امبارح، حدا بيتذكر قلنا انه اذا شف بنشوفه هذا بمقطع الحجرات الاربعه، اذا انا بدي ادرسه هذا بيطلع الطبيعي، معناتها انا هذا اذا بدي ادرسه بدي ادرسه بمقاطع المخارج. طيب هون مقطع بمخرج البطين الايسر مثل ما شايفين، هي قلنا نحن
اخفض من الفتحة وقت تكون اخفض من الدسام الرئوي فهي فتحة غشائية. اذا هون بمقطع مخرج البطين الايسر انا بدي اشوف شغلتين برباعي كاروت، من الاربع شغلات بدي اشوف شغلتين، الفي اس دي وبدي اشوف تراكب الابهر. طيب بمقطع مخرج البطين الايمن بدي اشوف التنتين البقيانات اللي هن ضخامة البطين الايمن، هي غالبا بتطلع بعد الولادة بس يولد لانه في معاوضة بيكون. بدي اشوف انا عندي تضيق الرئوي، تضيق الرئوي نحن قلنا الرئوي اذا بدي اشوفه هو اكبر واحد معناتها رح نشوفه هون صغر من ناحية الحجم، هون بمقطع مخرج البطين الايمن عم نشوف شلون في عندي تضيق بالدسام الرئوي. هون نفس الشيء، هون اي مقطع هذا اللي عم نشوف فيه مخرج البطين الايسر هي، وهذاك مخرج البطين الايمن اللي عم نشوف فيه تضيق بالدسام الرئوي. اذا هون عم نشوف هون التراكب الابهر بمركبه من الاربعه مع الفي اس دي، هي بنشوفه بمخرج البطين الايسر، والتضيق الرئوي بنشوفه بمخرج البطين الايمن. هلا هون شو عم نشوف؟ القلب وحوالي سائل، هي حالة شو؟ انصباب تامور. هلا نقول انصباب تامور لازم الانصباب يتجاوز الحاجز بين الاذينتين، يعني يطلع يغطي كل القلب، الحجرات الاربعة كاملة. لازم يكون إذا أخذنا قياس سماكته أكثر من 2 ميلي. هلا هي الحالة عم نشوف البطين الايمن وطالع منه شريانين الرئوي والابهر، هي البطين الايمن ثنائي المخرج. عم شوفه كمان بترايزومي 13 و18 والدارجوش. هلا تبادل منشا الاوعيه يعني احنا بالعكس، من البطين الايمن رح يطلع الابهر ومن البطين الايسر رح يطلع الرئوي. هلا الرئوي اي الاكبر، الرئوي ولا الابهر بالحياه الجنينيه؟ الرئوي، لانه هو عم ينقل الدم المؤكسر. وقت تغلق هي الفتحه بيصير العكس بالوقت يولد الجنين. معناتها هذا انا اذا بدي اخذه لتبادل منشا الاوعيه مثل ما قلنا بدنا نشوف الابهر عم يطلع من البطين الايمن والرئوي عم يطلع من البطين الايسر. طيب هذا الطبيعي عم نشوف شلون هذا الشريان، هذا البطين الايسر عم يطلع منه الابهر الصاعد، هون عم نشوف صار في عندي انا وعاءين متوازيين. هي العلامه وقت يطلع الوعاءين المتوازيين معناتها انا عندي تبادل منشا الاوعيه، عدم تفرع عن شيء. هلا هون عم نشوفها عدم تفرع الشريان، الشريان الرئوي الرئوي. هلا هون نحن عم نشوف هذا، هلا هذا الاكبر هذا معناته الرئوي عم يطلع من البطين الايسر، وهذا البطين الايمن الاكثر اماميه عم يطلع منه الشريان الاصغر معناته هو الابهر. هلا بمقطع الاوعيه الثلاثه عم نشوفهم كمان بالعكس، بدل ما نشوف الطبيعي انه يكون الكبير بهذيك الجنب بدنا نشوف لا هون صاروا الابهر بعدين هذا الاكبر صار بالنص بعدين الاجوف العلوي. هلا هاي حالة عم نشوف الحجرات الاربعة وعم نشوف فيها هالبنية، هاي العالية الصدى هي الورم العضلي الاملس رابدوميوما، هون عم نشوفها على الحاجز بين البطينين وبالبطين الايسر. هون كمان عم نشوفها، هلا هي كثير شائعة بالتصلب الحدبي نشوفها، وكمان عم نشوفها لحالة للرابدوميوما، عم نشوفها بالبطين الأيسر وعلى الحاجز بين البطينين. هلا هون شو عم نشوف؟ هذا إيكو تلت أول، عم نشوف مقطع بالصدر وفيه الشيء اللي طالع من الصدر، هذا إكتوبيك قلب هاجر. هذا بنشوفه مثل ما حكينا امبارح بتشوه جدار البطن، بنشوفه مع حالة خماسي كانترل اللي هي تشوه بجدار البطن العلوي مع قيلة مع قلب هاجر. هاي بالايكو شلون القلب خارج من ال، وهي بعد ولادة الجنين. وهيك انا بكون خلصت محاضرتي وشكرا لكم.